السلام عليكم ورحمة الله. إزاي نحافظ على فيديوهاتنا من إعادة استخدامها من أشخاص آخرين؟ أنا دلوقتي بنزل فيديوهات على قناتي، إزاي أحافظ على قناتي محدش يستخدم الفيديوهات دي مرة تانية؟ خلونا نخش في الشرح على طول، وياريت نركز في الشرح. هتخش على قناتك عادي زي ما أنت بتخش على جوجل كروم علشان نعمل الخطوات دي ونحافظ على القناة بتاعتنا من استخدام الفيديوهات مرة أخرى. هتفتح عادي صفحتك وهتخش على الفيديوهات زي ما انتم شايفين، دي كل الفيديوهات اللي عندي. أنا الخطوة دي بعملها مع كل فيديو يا جماعة، خطوة مهمة جدا، مع كل فيديو لازم تعملها علشان محدش يستخدم الفيديوهات بتاعتك. وكمان فيها خطر عليك، لا قدر الله إذا ضاعت قناتك أو ضاع منك الإيميل وحد خد منك إيميل قناتك، بيقدر يبلغ على كل الفيديوهات دي ويقدر ينشئ بيقدر يعملها أنت مخليها إن هي يسمح بإعادة استخدامها، هيخليها عندك، لا ما تقدرش حد تاني يقدر يستخدمها، وبكده يبقى الفيديوهات اللي عندك كلها يجيلك انذارات عليها. فموضوع مهم جدا ازاي نحافظ على الفيديوهات بتاعتنا. بنجيب الفيديو، اي فيديو، انا رايح انشر الفيديو، وهنا طبعا زي ما عارفين العنوان والوصف، بنزل تحت وهنا بروح على حاجة اسمها عرض المزيد من الخيارات، بضغط على عرض تحت خالص، تحت كلمة الفيديو ليس مخصصا للأطفال، تحت منها في حاجة باللون الأزرق اسمها عرض المزيد من الخيارات، بتضغط عليها وهنا جايلك بيقول لك إعلان ترويجي ولا إضافة علامات ولا لغة الفيديو ولا الكلام ده كله. هننزل تحت هنا هنلاقي في حاجة اسمها الترخيص العادي لليوتيوب، وكلمة ترخيص يوتيوب بالعادي دي يا جماعة انت بتخليها على كل فيديو، ضروري تخليها على كل فيديو، يكون المحتوى بتاعك ويكون المحتوى انت اللي عامله، لازم تخلي ترخيص يوتيوب بالعادي، كده بتحافظ على الفيديو بتاعك محدش يستخدمه مرة تانية، واذا حد استخدمه بيجيلك اشعار ان في حد نزل الفيديو ده بتاعك، هوريكم فين يجيلك الاشعار. حلو كده. دلوقتي المهم خلينا في النقطة دي، ان انا هخليها على الفيديو ترخيص يوتيوب بالعادي، لان في هنا لو ضغطت على السهم في هنا بتاعة اللي هي الترخيص كومونس، ترخيص كومونس دي هاتي معناها انت بتسمح اسمها كرافيتي كومونس، ودي انت بتسمح للفيديو بإعادة استخدامه، انت بتسمح للفيديو بإعادة استخدامه. لو في اي فيديو انت عايز تسيبه وما تعملوش حقوق، يعني عايز تسيبه لأي حد يستخدم الفيديو ده، بتضغط على التانية اللي هي اللي تحت دي، لا انت عايز الفيديو يبقى خاص بيك، بتخليها ترخيص يوتيوب بالعادي، وبتروح فوق بتعمل طبعا حفظ للكلام ده. انا طبعا الفيديو اساسا حافظه من الاول والكلام ده، بس انا بوريكم، أهلا بكم. بوريكم طريقة وضع الإعلان. الطريقة، تمام كده. فانت ضروري تعمل تحافظ على فيديوهاتك وعلى قناتك من إعادة استخدامها من ناس تانين، زي ما قلت لكم هي هتخليها ترخيص يوتيوب العادي. وبعدين طيب لو انا عايز اعرف حد استخدم فيديوهات ليا ولا لا، اروح فين واعرفها منين؟ تمام كده، هنطلع فوق. حلو كده، وهنطلع من القائمة دي خالص، وهندخل هنا على صفحة الفيديوهات الرئيسية، محتوى القناة اللي فيها الفيديوهات المحملة كلها، وفي جنب منها كلمة بث مباشر، الصفحة الرئيسية للقناة. وهنا في حاجة فوق علامة الدولار زي حرف السي، بضغط عليها وهنا بقدر أعرف إذا كان في حد استخدم ليا فيديوهات ولا لا. هنا بيقول لي أحسنت، لا يلزمك اتخاذ إجراء إضافي، يعرض هذا القسم الفيديوهات المطابقة للفيديو الخاص بك،
لا تتوفر نتائج في الوقت الحالي، يعني ما فيش حد انا رفع فيديوهات عندي. وهنا بيقول لي إزالة طلبات من على المحتوى، ما من فيديوهات مطابقة حاليا، لم تقدم أي طلبات لإزالة المحتوى بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. هل تبحث عن مطالبة بحقوق طبع والنشر تم تقديمها بحق الفيديو الخاص بك؟ ما عليك سوى الاطلاع على قائمة الفيديوهات المطالب بملكيتها. يعني بيقول لك تخش على الفيديوهات وهتلاقي هنا، بتخش هنا لو في فيديوهات بيجيب لك ان في فيديوهات، واذا ما فيش فيديوهات زي ما انتم شايفين كده بيقول لك ما من فيديوهات مطابقة حاليا. وفي حاجة جنب منها اسمها الرسائل، وهنا برضو بيقول لك ما من فيديوهات مطابقة حاليا. يعرض هذا القسم الفيديوهات المطابقة التي راسلت منشئ المحتوى آخرين بشأنها. يعني بيقول لك انت لو انت في فيديو انت رسلت مطالبة به بحقك، برضو الرسالة بتجيك هنا في الرسائل. وفي حاجة اسمها هنا برضو اسمها الارشيف، وبرضو في الارشيف بيقول لي ما من فيديوهات مطابقة حاليا، ويعرض هذا القسم المطابقة التي نقلتها الى الارشيف. فدي اللي هي فوق حرف الدولار، حرف السي دي هي اللي بتجيب لك الفيديوهات. اذا كان حد استخدم فيديو ليك ونشره على قناته بيجي لك، وانت عامل تلخيص يوتيوب بالعادي، فهنا بيجي لك الاشعار هنا زي ما انتم شايفين هنا، بتضغط عليها وبيقول لك اهو، بتضغط عليها وبتفتح معاك زي ما انا وريتكم كده بالظبط. والموضوع سهل وبسيط، وكده نحافظ على قناتنا من عدم استخدام حد لأي فيديوهات لينا. أنا بجتهد في الشرح، يا رب يكون الشرح سهل وبسيط ويكونوا بتستفيدوا المعلومة على قد ما بعرفها بوصلها ليكم على قد إمكانياتي زي ما بيقولوا. والله الموفق، وما تنسوش تعملولنا لايك واشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تنشروه، ويا ريت تعملوا له شير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.